صباحات سودانية، عندنا استضافة تانية داخل الأستوديو بخصوص موضوع مهم جدا. بداية بنحيي كل المبادرات المجتمعية واللي بتقوم بها منظمات، ويعني إذا كان تجمعات أو لجان أو كذا، يعني جهات هي مهتمة بالمبادرات تحديدا للتصدي لجائحة كورونا. تحية اليوم للمجهودات الكبيرة والجبارة للتصدي لهذه الجائحة التي أثرت طبعا عالميا وعلى مستوى السودان. سعيدين جدا داخل الاستوديو يكون معنا دكتور محمد صلاح، عضو مبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا. مرحبا بك دكتور، صباح الخير عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذ داليا، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا بك يا دكتور، الله يخليك. بداية يا دكتور، أنت طبعا طبيب بشري، فكلمنا عن الكورونا، ويعني طبعا الناس بقت مهيسة جدا لأنه هي جائحة عالمية وأثرت طبعا على المستوى الصحي والاقتصادي والسياسي والمجتمعي في كل العالم، وكلمنا بداية عن جائحة كورونا في السودان من المستوى الصحي. أيوة طبعا، زي ما يعرف الجميع إنه إحنا ما زلنا في قلب العاصفة، وإنه الكورونا حسي معدل الانتشار بتاعه في السودان عال جدا، بيعتبر من أعلى معدلات الانتشار، والإصابة طبعا في تزايد، وحالة الوفيات برضو في تزايد. نسبة الوفيات عندنا في السودان 4%، وده بتعتبر عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا. الدول المتقدمة زي أمريكا وبريطانيا ما وصلوا النسبة بتاعت الوفيات العالية دي، رغم إنهم متقدمين علينا في يعني النظام الصحي هناك. الكورونا زي ما عارف الجميع إنها هي مرض فيروس، هو بيصيب الرئة وبيؤدي إلى يعني مضاعفات حادة وخيمة، قد تؤدي إلى دخول مستشفى واحتياج الأكسجين. لا قدر. إحنا مشكلتنا في السودان إحنا عندنا نظام صحي ما زي ما نقدر نقول منهار أو غير قادر على يعني مجابهة الكورونا. الدول يعني الأوروبية أو الدول الخارجية ما برغم قدرتها ما قدرت السيطرة على الكورونا زي ما أنتوا عارفين، وقدر ما تعمل مستشفيات وقدر ما تعمل مناطق عزل عدد الإصابة أكثر، لأنه ميزة الانتشار يعني سريع، سرعة الانتشار. وطبعا ده بيوريك أنه مهما تعمل ما في حل غير أنك تقلل الانتشار. أيوة. واللي هو بالتالي بيؤدي إلى يقلل عدد الإصابات ويقلل الضغط على المستشفيات. وأنا أفتكر دي الحاجة إحنا محتاجين نتوجه لها في الفترة الجاية. أيوة، وده اللي أنتوا شغالين عليه في هذا التحالف اللي هو من خلال مبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا، وأيضا تحالف المنظمات الدولية هي واحدة من المنظمات اللي بتعمل في العديد من المجالات، وزي ما ذكرنا مبادرة بلدنا هي واحدة من هذه المنظمات أو جزء من التحالف. كلمنا عن فكرة عامة كده عن هذه المنظمات أو هذا التحالف والهدف. كويس. نحن طبعا أطلقنا حملة تسمى هي حملة التصدي المجتمعي للكورونا. الهدف منه أساسا من الحملة دي إنه نملك المجتمع زمام الأمر عشان يقدر يحد من انتشار يعني الكورونا في المجتمع. والنقطة الثانية إن نحاول نقدم يعني إرشادات صحية أو علاجية في المنزل بقدر البروتوكولات المنزلية الموجودة. التوعية. أيوة. الحملة دي هي عبارة عن شراكة بين تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا وبين مبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا. تحالف المنظمات هو عبارة عن تحالف لعدد من المنظمات بدوا من الحملة الأولى من يعني الموجة الأولى. أيوة. وبدوا بعشر منظمات، حسي حاليا وصلوا إلى 60 منظمة. ما شاء الله. هم منظمات موجودة خارج وداخل السودان، في أمريكا، في أوروبا، في الخليج وفي السودان. منتشرة. ما كلها أطباء ولا عندهم كوادر صحية، بالعكس حتى فيها يعني ما عندهم علاقة بالجانب الصحي، لكن كلهم اتفقوا على مجابهة ومكافحة الكورونا. كان عندهم إسهامات كبيرة جدا في الموجة الأولى وفي حسي حاليا، يعني قدموا من أوائل المنظمات اللي قدمت يعني معدات صحية، فحوصات الكورونا. حسي حاليا شغالين في الأكسجين في بعض المراكز العزل زي عندك جبرة وفي المدني وفي مستشفى مدرومان اللي هي تانكات كبيرة، بحيث إنه ما يحتاج الأسطوانات خلصت ولا جميل. ما خلصت. ده اللي أنا كنت عايز أسألك عنه، إنه هي المنظمة بتقدم خدمات في التوعية بس ولا في خدمات تانية؟ وذكرت إنه أنت قدمت يعني احتياجات كثيرة جدا صحية إذا كان جانب الوقاية أو العلاج، مش كده؟ بالضبط كده. المبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا برضو بدت من الموجة الأولى، وهي كانت بتنتهج نهج بتاع توعوي أكثر. عمل الدليل مكون من مجموعة من الحزم، الهدف منها أنها تتطبق في الأحياء والمدن والقرى، على أساس أنه المجتمع هو يقدر يتحكم
في موضوع انتشار الكورونا. موجود فيه وشنو الدليل؟ الدليل طبعا مكون من 6 حزم. الحزمة الأولى هي حزمة التقصي المجتمعي، وهي الهدف منها أنه طبعا أنه تكوين لجان صحية أو لجان طوعية بالأحياء، وأن هذه اللجان تقوم تبدأ تعمل استبيانات وتلف في المنطقة أو حيها، بحيث أنها تحاول تعرف الناس المشتبهين، الناس المصابين، تعزلهم في أحيائهم، تقدر تتابع معاهم وضعهم الصحي، تتعرف على الناس الضعيفين مناعتهم قليلة المعرضين للإصابة، اللي هم دي الناس كبار السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة زي الضغط والسكري والقلب، الناس اللي عندهم زراعة كلى، رئة، قلب، الناس بياخذوا أدوية مثبتة المناعة، الحمى، الناس اللي عندهم أمراض الشعب الهوائية المزمنة. فهي تحاول تتعرف عليهم، لأن الفئة دي هي إذا تم إصابتها بالفيروس هتحتاج تمشي المستشفى، 70% 80% محتاج يمشي المستشفى، وعدد كبير هيحتاج أكسجين، بالتالي ضغط كبير على المستشفيات وما متوفر فيها نظام أيوة صحي بالمطلوب. أيوة الهدف طبعا من المبادرة أنه يعني من الحملة نفسها أنه إحنا ندرب المجتمع، يعني نكون فرق صحية في الأحياء، بحيث إنها هي تقوم بالعمل بتاع الحزم. طبعا إحنا ذكرنا حزمة واحدة هي التقصي، لكن عندنا باقي حزم هي ارتداء الكمامة، وطبعا الكمامة دي مهمة، وأهم حاجة فيها برضو موضوع الكمامة إنه يعني بالموجود، الزال ما عنده كمامة ممكن يستعمل، المرأة ممكن تستعمل التوب، تستعمل الطرحة، الراجل يستعمل العمة، يعني مهمة جدا لأنها بتقلل من فرص الانتشار. طبعا الكمامة بتعادل اللقاح، الناس حسب بتكلم عن اللقاح وأن اللقاح يمنع انتشار الكورونا وكذا، لكن الكمامة بتقلل انتشار الفيروس. جانب مهم في الوقاية. جدا جدا بالذات يعني إذا ناس في معلومات بسيطة الناس ما بتعرفها، اللي إذا زول بيتكلم مع زول ممكن يطلع منك 250 فيروس بلحظة بس كلام، الزول اللي بيقح بيطلع منه ملايين، الزول اللي بيكورك بيطلع منه ملايين، فالحاجة دي مهمة جدا، الكمامة بتقلل فرص الانتشار وقلل فرص الإصابة. نركز يعني شوية دكتور على محور التدريب، لأنه مهم جدا لفرق الأحياء لتنفيذ دليل المقاومة. الفئات اللي بيشملها التدريب. أيوة طبعا نحن مستهدفين جميع الناس، الشباب والشابات، الأطباء، الناس الكوادر الصحية، الطلاب يعني في المجال المهن الصحيه، صيادله اطباء اسنان، شباب المؤثرين في المؤثرين، وبرضه في نفس الوقت بنستهدف الناس جميع الفئات العمريه، يعني احنا عندنا توعيه في الجوامع، عندنا توعيه في الافران، عندنا توعيه، فالحياه دي كلها مستهدفينها. في الموجه الاولى تعاملوا معنا يعني لجان التغيير والخدمات، تعاملوا معنا لجان المقاومه، تعاملوا معنا الناشطين، فالحكايه دي كلها بتعتمد على الناس الموجودين. الحزمه السادسه اللي هي بتعني عن التدريب الفرق الطبيه، احنا الهدف منها انه احنا نقوم ندرب الكوادر الصحيه الموجوده بالاحياء بالاضافه الى طلاب المهن الصحيه، بحيث انهم يتابعوا حالات الموجوده في مناطقهم، يحاولوا يعزلوها، يتابعوا اعراضهم، اي يحاولوا يعني ينتبهوا للاعراض الممكن تدهور الصحه. احنا طبعا عندنا بيحصل نقص في الاكسجين، نقص الاكسجين ده ممكن يكون زي ما اقول صامت، الزول ما بيعرف عنه حاجه، بعد فتره كده اول ما يصل لمرحله معينه الانسان بيتدهور شديد. التدريب ده حيكون عبر يعني تحالف المنظمات السودانيه، المنهج ماخوذ من الـ WHO، منهج علمي وعملي ومحكم وسهل جدا، بالإضافة إنها حندي يعني الأحياء والناس الفرق الصحية أو فرق الاستجابة الطبية حندي معينات، يكون عندهم ميزان حرارة، يكون عندهم ميزان يعني حاجات يقيسوا بها الأكسجين في الدم، حيكون عندهم معينات، فالحاجة حتكون غير التنسيق وغير التدريب حيكون في معينات. جميل. أيوة إحنا محتاجين، إحنا ما بقول يا دوب بدينا، إحنا بدينا والناس جونا وبدينا فعلا، ويعني من الموجة الأولى بدينا وحسي حاليا بادين بطريقة أكبر. طيب ومنظمة. واقفين وين والانطلاق يعني بصورة أكبر حيكون كيف ومتين عشان الناس تركز وتتجاوب معاكم؟ أيوة نحن أوريدي بدينا لينا فترة، وعندنا في صفحتنا في المبادرة أو والتحالف المنظمات موجود لينكات، موجود تلفونات للناس كيف يتصلوا علينا، يتواصلوا معنا، اي ناس بيصلونا، احنا قاعدين نصل الناس لكن برضو محتاجين الناس تصلنا، في فورمات الناس بتملاها باستمرار، بنعمل اتيام بتطلع تمشي تلاقي الناس، الحكايه ما في الخرطوم بس، في الولايات حتى. جميل. ايوه في يعني بنحاول نغطي جميع يعني مدير السودان، يمكن شويه تركيز على ولايه الخرطوم لان نسبه الاصابات عاليه فيها، لكن ده لا يمنع ان احنا نصل الناس كلها. فده غالبا طريقة التدريب حاليا زي ما قلت، نحن وصلنا عدد كبير من الناس، بدينا مع مشينا سوبا اشتغلنا فيها،
عندنا تنسيق مع كاريري، محليات كاريري، اشتغلنا في شنبات الهجرة، اشتغلنا في بحر الديوم، وشغالين منسقين مع أركويت، ففي عدد كبير في أم درمان برضو شغالين. اشتغلنا قبل كده في الموجة الأولى في الفتحاب ربع 24، واشتغلنا في المهندسين. الشباب متجاوبين معاكم في يعني موضوع التدريب؟ يعني بتلقوا عدد كبير في الأحياء في أنهم يتدربوا عشان يقدروا يشتغلوا معاكم؟ حقيقة والله أعداد كبيرة صراحة، يعني بنلقى في اليوم أكثر من 40 متطوع بيسجلوا بيمثلوا أحياءهم. قاعدين نوزع الحاجات، بنرتب معاهم، بننسق معاهم، ففي تجاوب كبير جدا. طبعا احنا معتمدين على الإعلام طبعا، لأنه شريك مهم جدا طبعاً. بيقدر يوصل صوتنا وصوت الحملة للمجتمع السوداني كله بجميع أنحاءه. وزي ما بقولوا المبادرة أو الحملة هي مفتوحة، لسه ما مكفولة. أي زول داير يشارك، أنا من الجهة دي بوجه صوتي لأي زول إنه يا أخي انت بتسمع البرنامج ده وتسمع الكلام ده، لو عايز تشارك أيوة. يا ريت تذكر الصفحه بصوره واضحه تاني، والارقام لو كان عندكم ارقام عشان الناس تقدر تتجاوب معاكم تتفاعل. الصفحه هي في صفحتين، صفحه تحالف المنظمات السودانيه لمكافحه الكورونا، وصفحه مبادره بلدنا موجوده على الشاشه، موجوده على الشاشه وفيها الارقام. في دكتور عابده العبادي، دكتورة صفاء السير، ودكتور زهير الفاضل، دي ممكن يتواصل معهم بالواتساب. وبعدك في لينكات، الناس ممكن تخش اللينكات بتاعت الصفحة وتتواصل مع جميل جدا. أيوة. شعاركم جميل، سوا بنقدر، سوا بنقدر. ده دليل على انه الناس تتكاتف، لما تتكاتف مع بعض ان شاء الله بيقدروا يتصدوا لاي حاجه. اكيد اكيد، وما عيب وما غلط ان احنا نساعد وزاره الصحه. وزاره الصحه هي مهتمه بصحتنا، لكن نحن المفروض نكون اهتمامنا اعلى. المجتمعي مهم جدا، خالص. نعم. جدا. في الختام يا دكتور، يعني رساله للمجتمع السوداني، يعني انتم ذكرتوا انتم شغالين على مستوى الاحياء، ويمكن دي حاجه لأنه كل ناس حي بيقدروا هم يشتغلوا على المظاهر السلبية اللي هي يعني في عدد كبير جدا، إذا كان في ازدحام تحديدا مخابز يعني، أو مثلا في صفوف العيش وكذا، تلقاهم هم كثيرين جدا لكن ما مستخدمين الكمامة. في مظاهر سالبة تانية هي يعني ما مركزين على الوقاية. فرسائل مهمة. أيوة جداً. الحاجات دي كلها موجودة في دليل المقاومة الكورونا للأحياء، اللي هي كلها 6 حزم ذكرنا فيها كل الحاجات، التباعد الجسدي، غسل اليدين، الكمامة، التقصي المجتمعي، تدريب الكوادر الصحية، والتعامل مع الوفيات. الحاجات دي كلها موجودة هناك. إحنا زي ما قلنا الحملة انطلقت، منتظرين الناس تصلنا، وإحنا بنصل الناس، وإن شاء الله بإذن الله حنقدر نحمي بلدنا ونقلل زي ما بقولوا من الوفيات اللي حصلت في الفترة الفاتت. شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح، عضو مبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا. شكرا جزيلا لكم ولتحالف عموما ولمجهوداتكم الكبيرة جدا للتصدي لهذه الجائحة، وإن شاء الله يعني الأمور كلها تمشي على ألف خير. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لاستضافتكم، الله يديك العافية، وإن شاء الله نلتقي بكم مرة ثانية. الله يخليك.